أهلا بكم. أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي طالب باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية اللازمة لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد والتساقطات الثلجية، وأوضح بمجلس النواب أن السلطات تتخذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية اللازمة بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجة البرد والتساقطات الثلجية، اتخذت الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية اللازمة بهدف تعزيز التغطية الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق. كاين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية 2017-2023، والذي تساهم بتمويله بمقدار 1 مليار درهم، حيث يتم التفعيل السنوي لعملية رعاية التي تستهدف الساكنة المعرضة لأثر موجة البرد خلال فصل الشتاء على مستوى 29 إقليم منتمية إلى 7 جهات. فتعمل خلية مركزية بقسم المستعجلات والإسعافات بالإدارة المركزية للوزارة على التتبع والتنسيق مع إصدار دورية وزارية لحث المديريات الجهوية والصحية والحماية الاجتماعية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية على تطبيق العديد من الإجراءات، إحداث خلية يقظة إقليمية وتفعيل المخطط الاستعجالي الإقليمي، تفعيل نظام الحراسة 24 ساعة 24 بالمراكز الصحية المتجاوزة بالمناطق، تعبئة مصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي وتعزيز مصالح الاستقبال المستعجلات بالمستشفيات المرجعية بالموارد البشرية، وتسطير وتنفيذ برنامج تنقل الوحدات الطبية إلى الدواوير المهددة بالتساقطات الثلجية، كذلك التنسيق مع المتطوعين الجماعاتيين قصد إخبار المراكز الصحية الأقرب منهم في الحالات المستعجلة، وتحسيس المواطنات والمواطنين حول الآثار الصحية الناجمة عن موجة البرد وكيفية الحماية، والقيام بحملات تحسيسية وتفعيل التنسيق مع القطاعات المعنية خاصة السلطات المحلية. وشكرا.